بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم أن نلقى الله أما بعد والديمان واندمنا توتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته እንግዲህ ያየን ያለነው የአቂዳ እና የእምነት ተከታታይ ትምህርቶችንና ማስተዋወሻዎችን ነው ሰላም ለኮት እየተነጋገርን ነው ያለነው ሰላም ለኮት አንዳንድ ወሳኝ አምልኮት ምሳሌዎችን አንስተን ከነማስረጃው እየቃኘን ያለነው ከአላህ ውጪ ማድረግ የሚቻለውና የማይቻለው የሚፈቀደውና የማይፈቀደው የትኛው ነው የሚለውንም አብረን እያየን ያለነው ዛሬ አራተኛውን እንይ ይሄኛውም መሐባ ነው ውዴታ ውዴታ ሲባል እንግዲህ ብዙ አይነት ውዴታዎች አሉ። እነዛ ውዴታዎችን መለየት አለብን የሚፈቀደውና የማይፈቀደው ኢንሻአላህ በዚህ ትምህርት ምን አይሆናል። በነገራችን ላይ محبتullah سبحانه هي اصل دين الاسلام. الله سبحانه وتعالى مودد يسلمنا كسلمنا መሰረቶች አንዱ ነው. فبكمالها يكمل الايمان. لله بالن ውዴታ መጠንና ከፍተኛ ደረጃ ያከለና መጠን የተሟላ ይሆናል ኢማናችን وبنقصها وبنقصانها ينقص توحيد الانسان الى الله لن وديتا بغدله متننا لك እንደዚሁም ኢማናችን የጎደለ ነው የሚሆነው والمحبه الخاصه ودنا ليت يا لو وديتا التي لا تصلح الا لله لا الله انجي لمن مهون ليلبت يا وديتا عينت هي محبه العبوديه يا املكوت وديتا نو من عينت املكوت من اينت نغروتين ياقفه المستلزمه للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعه وايثاره على غيره ان ذي النغروت ياكاتته يوديت اينت لا الله بتشام يفصم من ياكاتته لببلو موارد متنانسن الذل يبتاچنت يتسمى بيسمى الخضوع متنانس موارد ياللبت والتعظيم مالاك ياللبت وكمال الطاعه ملو تزاجنتن ياسكتله وإيثاره على غيره الله كليلو ليت بالملكو ما سبلت ياقفه انذين نغروت يازا يوديت عينت مفصم يالبت لله بيتشانا وهذه المحبه يزينته يوديت عينت نو هي التي سوى المشركون بين الله وبين الهتهم فيها مشركوت باللهنا باملكتوچاچو مكاكل اكل يادرغوت الكل ياكافلوت يوديت عينت يزي عينت ونوديت عينت نو ياملكوت يمتازز يمتنانس لاملكوت لمتنانس لمتازز لليو لقنا يميدا يميدارق يوديت عينت نو كما قال تعالى الله بالقران لا ينداس كمتو معناته يزي عينت نوديت انا من يالو الله ومن الناس ياله كسويش محل قالو من يتخذ من دون الله اندادا كالله وجي امالكتوتشن አቻዎችን ለአላህ አቻ አድርገው የሚይዙ አሉ። يحبونهم كحب الله لك ان الله وديت አድርገው የሚወዷቸው ምን ማለት ነው አንደኛው ማዕና ዑለማዎች እንደሚሉት አላህን እንደሚወዱት ይወዷቸዋል ለአላህ የሚገባውን ውዴታ አካፍለው ለሁለት ለአላህም ለነሱም ይሰጣሉ። او يحبونهم كحب الله ማለት ደግሞ ሁለተኛው ማዕና ይሄም ተካታች ነው እዚህ ማዕና ውስጥ ለአላህ የሚገባውን ውዴታ ወስደው ንጹህ ለነሱ ብቻ ያረጉታል አላህ እንተው والذين امنوا يؤمنوا يا امانيوش كن ليت يعني انذا امانيوش كن الى الله اشد حبا لله لا الله اجيك الله وداجوش ناتهم كمن انصار نو اجيك تبلو يتوادروا اشد سين ما وداداري الا كمن مشركوچو اللهن كم يودوت يبلطه مؤمنوچ الله يودالو يا اندنيو اذا مشركوچ الله اللي يودو يخلالو كن وديتاچو شفافانا شرافان مسلموچ كن مولو نو ስለዚህ ሙሽሪኮች አላህን ከመወዱት የበለጠ ሙስሊሞች አላህን ይወዳሉ አንደኛ የነ ሙእሚኖች ሁለተኛው والذين امنوا اشد حبا لله ما نጻጻሪው ምንድነው ሙሽሪኮቹ አጋራውያን ከአላህ ውጪ ያላላካል ካላቸው ፍቅር የበለጠ ያውም የማይወዳደር ፍቅር ሙስሊሞች ሙእሚኖች ለአላህ አላቸው والذين امنوا اشد حبا لله من محب من محبة المشركين لله ومن محبة المشركين لآلهتهم وهناك ليلة ودمو كفل أيها الإخوة والأخوات ودوا إيمان واندمهتو تشعباتنا
መሐበቱን ጠቢዒያ ምን ይላል ተፈጥሯዊ ውዴታ ምን ይላል ይሄም ይፈቀድ ነው ካላህ ወጭ ለላካል ማድረግ ጃኢዛ የሚቻል ነው في حق المخلوق ለፍጥረታት ማድረግ የምንችል ለምሳሌ ከመحبه الجائع للطعام የተራበሰው ሰው ምግብ ይወዳል ايه تفطرامي نو شركان لهم لببلوا ومحبه الوالد لولده ولا جابات لجن يودان ايه شكر لهم ياذنت وديتا نو نلو والصديق لصديقه غادنيا غادنياون يودان وندم وندمون يودان ايه يغادنينت وديتا نلوالن بال مستون يودان يا فقر يا ياذنتنا يا مقرارب يا منوانوار وديتا نو انذي نغروش شكر يلباچو انذي يتفقدو ناتشو ካላህ ውጪ ለላካሎች ማበረከት አስለን ይሄ ነው ነገር ግን ተመልከቱ ለዚህ ማስረጃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁብ በኢለየ ምን ዱንያኩም ይላሉ ከዱንያቾ ከዱንያ መሃል ወደኔ ሰይትና መልካም ሽታ ማዓዛ ያለው ነገር ተወዷል ወደኔ አሉ አግባብ ባለው ውዴታ ነው እንጂ ዝም ብሎ حرام በሆነ አይደለም ልብ በለው ይሄ ችግር የለውም በተፈጥሮ አንድ ሰው ልጅን መውደድ ይችላል እናቱን አባቱን ሚስቱን ወንድሙን ጓደኛው መልካም ነገር ይወዳል አንድ ሰው ይሄ ችግር የለውም በራሱ ጊዜ ነገር ግን እነዚህ ውዴታዎች እነዚህ ነገሮች መውደዳችን ገንዘብን ሀብትን ልጅን ምስትን እና የመሳሰሉት መውደዳችን ከአላህ ውዴታ ጋር ከተጋጨ ያአላህ መመሪያ ለመጣስ ምክንያት ከሆነ ይወገዛል حرام ይሆናል የዚህን ጊዜ ማለት ልብ በሉ የማይጋጭ ከሆነ ግን ችግር የለውም እንደውም አስፈላጊና ወሳኝ ነው ግዴታ የሚጋጭ ከሆነ ግን ምስታችንን በመውደዳችን ሰላት ምንተው ከሆነ ጺማችንን ምላጭ ከሆነ ሰይቷ ባሏን በመውደዳ ንቃብ ምታወልቅ ከሆነ ሂጃቧን ጥላ ምትሄድ ከሆነ ሰላት ምትተው ከሆነ حرام ምትሰራ ከሆነ ይሄ ውዴታ ያአላህ መመሪያ ለመጣስ ምክንያት ሆኗታል ሆኖታልና አይቻለም እናት አባቱን በመታዘዝ ሽርክ ምሰራ ከሆነ አንድ ሰው ዒባዳም ያቆም ከሆነ ይሄኛው እናትና ለእናትና ለአባቱ ያለው ውዴታ ያአላህ መመሪያ ለመጣስ ምክንያት ስለሆነ አይፈቀድም ለመጣስ ምክንያት ካልሆነ ግን ችግር የለውም طيب ሌላው علامه محبه العبد لربه تعالى عند بارى الله ان يودا كان مندنا ماسرجا ملكته ما سايا ملكته لمحبه العبد لربه علامات عند سو يا الله فطور باريا اللهن انديود مجلجا ملكتوچ አሉت كنزي ملكتوچ مكاكل عندنيا تقديم ما يحبه الله من الاعمال على ما تحبه النفس من الشهوات نفس كمت ودو يراس قل في اللاغوت الناس ميت يلك الله النا ملك تنياو ويما الله سبحانه وتعالى ميودون ملكام تقبار ماس قدم يهي الله اللي مودد عند ملك لببلو كراس في اللاغوت منيوت يلك يا الله في اللاغوت ممريع تأزاز بتقبار درجة ماس قدم يهي عند سوى الله اللي ميود ملكتنا ما رقاقج أنا ሁለተኛው اتباعو الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا مكتلنا بمن عينت ملكو بفعل اوامره واجتناب نواهي يعززتن بمتعزز يكلكلتن بمكلكل والتمسك بسنته فلقاتشون سناتشون اطبقو اسامرو بمياس يهونو سويتش متونا اندي هلو اني الله نودالن غير ملك تنيا مكتل انفلقم الله بعلماء مفسروش የመፈተኛዋ ምዕራፍ የፈተናዋ ምዕራፍ የሚለውን አወረደ ይላሉ አንቀጽ ማለት ነው አፍዋን ምን የሚለው አንቀጽ ነው قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله እንዲህ በላቸው ይላል الله እንዲህ በላቸው ሰዎች እንዲህ የሚሉትን ሰዎች قل ان كنتم تحبون الله بأونت بتككل الله ان متودوا ከሆነ فاتبعوني እኔ እንተከተሉኝ በላቸው ማንን መልእክተኛ صلى الله عليه وسلم وتيتو من هنا ليحببكم الله الله يوداتكم ويغفر لكم ذنوبكم سلازي انقص ما سرجا مندنو يا الله ان فلاغوت ما اسقدم يا نبي صلى الله عليه وسلم سنه مكتل الله ان لمولداتن تلك ما سرجانا ما سايانو كزي بتقارن يكونه كن الله عندما نود ما رغاغجانا يا الله نوديتا ميامطو نغروتش allu انزان اني باطرو بقلالو تولو نطبوتش لما يتياكل الله سبحانه وتعالى اندن ود منسيه ميهونن قراءه القران قران مقرات كالله جاء وعدنا يا قرربنا ሁለተኛው فعل النوافل سنواتن مسرات يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه باريه سنى يهونو تكباراتوچن يسرى ودني كمقارب ايوجدم اسك ودو درس فاذا احببته كوددكت كنت سمعه الذي يسمع به
የሚሰማው ጆሮ ሆነዋለው وبصره التي يبصر بها يمين ملكتبت عينه هنا والله ويده التي يبطش بها يمين چبطبت اجه هنا والله يمين غازبتن اغرو هنا والله ولا ان سالني لاعطينه برغتم كتيقني كتماصنني ستو والله ولا ان استعاذ بي لاعيدنه بني كتتبقى اتبقى والله الى الله عز وجل تملكته سنه مسرات قلال نجر ايدل عند اندوتشاچن الله يزن لن سيقر سنه بمتاواچن لمن لمن اسراميين سنه سلهون لن بدستا يا ناس سنه كول اللهم يقرب انجي ميارق ايدل يا الله وديتا ميامطان ثلاثه دوام ذكر الله تعالى اللهن بقوامينت ماوسات لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يا الله ملك የአላህ ወዴታ ከመስገኝ አንዱ ይሄ ነው አላህን ከማስተዋስ በማስተዋስ እርጥብ ከመሆን ምላሳ አይወገድ አራተኛ مجالسه العلماء والصالحين علماءዎችና መልካም ከሆኑ ሰዎች ጋር መቀማመጥ የአላህን ወዴታ ያመጣል ለአላህ ብሎ መዋደድ የአላህን ወዴታ ያመጣል አላህ ምንድነው የሚለው وجبت محبتي للمتجالسين فيها ለኔ ብለው በተቀማመጡ ሰዎች የኔ ውዴታ ተረጋግጠላቸው ከምንቀማ አብራናቸው ከምንቀመጥ መልካም ሰዎች እናማናቸው አላህም ያስተውሱን ሰዎች ዑለማዎችና መልካም በጎ ሰሪዎች ስናያቸው አኺራን ምናስተውስ አላህንም ያስተውሱን መሆን አለባቸው በጥቅሉ መልካም ቦታ ላይ መገኘት ያላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዴታ ያስከትላል ነው እንግዲህ እነዚህ ዋና ያላህን ውዴታ የሚያስከትሉ ነገሮች ናቸው አኪድ ሁላችንም በርግጠኝነት ያላህን ውዴታ ለማግኘት ነው ምንኳት ነው ምን ለፋው ምን ንጥሩ የሚያሳዝነው ግን ያላህን ውዴታ ምናገኝበት መንገድ ሌላ እኛ ምንጓዝበት መንገድ ሌላ ከሆነ በጣም አሳዛኝና አስቸጋሪው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ከእናንተ ዘንድ መልእክተኛ አላህ መጥልኩላችኋል ወለእናንተ አምጥቶላችኋል መጥቶላችኋል መልእክተኛ ይላል አላህ የናንተ አጉል ከንቱ ልፋት በጣም የሚጨንቀው የሚያሳዝነው መልእክተኛ ለመጥቶላችኋል ኢላላህ ሐሪሱን عليكم ለናንተ ላይ በጣም ልዩ ጉጉት ያለው بالمؤمنين رؤوف رحيم ለሙእሚኖች ድግ አዛኝ የሆነ መልእክተኛ የሚራራ መልእክተኛ መጥቶላችኋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ኢዘን ያላህን ውዴታ ለማግኘት ውዴ ኢማን ወንድም እህቶቼ አባት እናቶቼ ቀጥተኛው መንገድ ቁርአን እና ሐዲስ መንገድ ነውና ያላህን ውዴታ ምናገኝበትን መንገድ አላህ ይወፍቀን እሱም ከሚወዳቸው ሰዎች አላህ ያድርገን እኛም ከሚወዱ ሰዎች አላህ ያድርገን والله تعالى على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم